مساء الفل على احلى واجمل واطيب ناس في الدنيا، حبايبي الغاليين، عيلتي الجميله الطيبه، يا رب تكونوا جميعا بخير وطيبين دايما يا رب. واهلا بيكم دايما في يوم جديد واكلات جديده مختلفه ومتنوعه، وده ليه؟ لان النهارده السبت، يعني احلى وابسط افكار اكلات نباتيه خفيفه صحيه اقتصادية، اكلات بسيطة بس لذيذة، لذيذة بشكل. هنعمل النهاردة منها الحلو والحادق. ايوة النهاردة هنعمل حلو نباتي كتير طلبوه مني. ده غير بقى فقرة جمالك من مطبخك اللي الحمد لله بتلاقوا فيها افكار كتير لحل بعض المشاكل اللي بتقابلكم. حلقة خفيفة لذيذة بس ان شاء الله هتعجبكم. وقبل اي حاجة هنروح فاصل صغير نرجع لكم بسرعة، استنونا. انتوا عارفين اني بجد يوم السبت ده بيبقى من اقرب الايام لقلبي، علشان انا بحب، قلت لكم قبل كده، الحاجات النباتيه جدا. يعني ادوني بس فرصتي كده وانا اقلب على طول النباتيه صر. هو بس اللي بيفرق معايا كوبايه النسكافيه بتاعه الصبح، غير كده لا انا معاكم جدا نباتيه يعني للابد، ولا يفرق معايا لا لحمه ولا فراخ ولا الحاجات دي خالص. النهارده بقى عامله لكم شويه تورلي، تورلي من غير لحمه يا فيفيان، من غير لحمه، من غير اي حاجه. هعمله البروتين اللي فيه هيكون مشروم، بس اوعدكم ان انتوا هتاخدوا شويه تورلي من ايد فيفا ريحته كده هتكون مفحفحه في قلب البيت كله وهو في الفرن. لذيذ لطيف، عباره عن كل الخضار اللي موجود في السوق، يعني فاصوليا، بسله، كوسه، جزر، كل الخضار اللي عندك، بروكلي حطي، كل الخضار اللي عندك، ارنبيت عايزه تحطي حطي، كل الخضار اللي عندك هنحطه في قلب طاجن التورلي ده، وهتاخدي بجد شويه خضار بنكهه مختلفه. تعالي اقول لك المقادير ونشوف هنعمله ازاي. تورلي سيومي، ايوه سيومي، مفيش اي حاجه حيوانيه. هحتاج نص كيلو فاصوليا، نص كيلو بسله، نص كيلو كوسه، نص كيلو بطاطس، 2 جزر، فلفل حار وبقدونس وكزبره خضراء، ثوم مفروم، بصلتين مفرومين، مرقه خضروات، طماطم متقطعه، مشروم، ده البروتين اللي عندي، وهحتاج كيلو طماطم مضروب في الخلاط من غير ولا نقطه ميه، قلت لكم قبل كده ازاي، ملح وفلفل اسود، 7 بهارات، شويه زيت، ورز ابيض للتقديم. بس كده، بس كده، وحقيقي حقيقي هيعجبكم بشكل غير عادي. مقادير طبعا انتوا حرين، عايزين بتحبوا البسله مش عايزينها تشيلوها، الفاصوليا مش عايزين، بس جربوا بالتشكيله الخضار دي، حطوا بروكلي لو عايزين، حطوا ارنبيت لو عايزين، طبعا يكون مسلوق، البروكلي ما بسلقهوش بحطه، جربوه بكل الخضار كده وشوفوا طعمته، شوفوا حلاوته، شوفوا قد ايه هيبقى خفيف جدا، رغم ان هو يدخل الفرن لكنه خفيف قوي 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 وبيأكل جدا. تقدروا تاكلوه على فكره بعيش عادي قوي، يعني لقمه عيش كده، ويا سلام لو عيش كده متحمص وملدن زي ما بنقول، لقمه عيش كده ومعلقه من طاجن التورلي هيعجبكم قوي قوي. ممكن نحط فيه كرفس على فكره، يعني ابدعوا فيه زي ما انتم عايزين. المشروم هنا انا هستخدمه كبروتين بس كده، كل الطعم ده والاطعمه دي كلها تتجانس مع بعضها وتبقى حكايه. تعالوا يلا نشتغل على طول. احط كده في، هعمل الاول تحبيشه كده شويه على ايه، على البوتاجاز، مش هركبه على بعضه على طول واحطه في طواجن عندي، لا انا عايزه اديله طعم. فهعمل ايه، هحط شويه زيت اهو، حلوين خلاص، واحط عندي البصل وفصين الثوم، ادي البصل كتير بقى، توصوا بالبصل بقى عشان يدي طعم للخضار بتاعنا، وهنزل عليه بفصين ثوم. انتوا عارفين وقلت لكم قبل كده انا ما بحبش احمر البصل، يا دوبك يدبل
اشم الروائح بتاعته بدات تطلع خلاص كده انا مكتفيه وراضيه جدا جدا بكمل بقيه مقاديري. عايزه اقول لكم اضافه الكزبره والبقدونس في الطاجن شوفوا يعني هيودي الطاجن ده في حته ثانيه، هيخليه لي طعم تاني حكايه. هقلب بقى عندي اهو كزبره والبقدونس بصوا بقى الخضار دلوقتي حلو، لسه الدنيا ما بردتش قوي قوي فالخضار دلوقتي حلو جدا، غير الصيف بيبقى دبلان شويه من درجه الحراره، لا بيبقى حلو جدا الفتره دي. بعد بقى ما حطيت عندي خلاص البصل وحطيت عليه الثوم بنزل بايه؟ بنزل طبعا بالمشروم، مشروم فريش انا مستخدمه كوبايه كوبايه ونص زي ما انتوا عايزين، اروح حاطه ياخد لي كده الطعم وبرده ما بدبلهوش ما بخليهوش كاوتش تقليبه وخلاص على كده، ما بخليهوش كاوتش. طبعا ممكن اعمل الحاجات دي كلها باللحمه يا ريفا، طبعا ممكن اشيل المشروم وفي خطوه المشروم اللي انا حطيتها احط اللحمه بس كده وهيبقى عندي برضو احلى طاجن تورلي باللحمه. طيب وبعدين تعالوا بقى احط مرقه الخضروات، عندي هنا 2 مكعبين مرقه خضروات هحطهم كده واقلب بيهم عندي البصل بالمشروم بالثوم. انا يعني لما بحطهم في الاكل بحطهم في خطوه التوابل، يعني انا دلوقتي هحط الملح هحط فلفل اسود هحط 7 بهارات برضو. بصوا بقى هي ايه هيطعموا لي البصل والثوم مع المشروم كده اهو. دبلوا كده بقوا تمام عندي قوي، بصوا البصل دبل خالص والثوم، المشروم لسه حلو كده مش مقدد كده وصغير، لا حلو معايا. ابدا بقى انزل بكل الخضار اللي عندي، عندي فاصوليا انزلها اهي، عندي بسله احطها، عندي جزر احطه، عندي بطاطس طبعا حطها في ميه علشان ايه؟ علشان ما تسودش، يا شاطره يا حافظه. وهحط طبعا ايه الكوسه واقلب بقى كل ده مع بعضه اهو. احب ادي للخضار كده تشويحه حلوه ياخد من طعم البصل والطماطم قبل ما احط له البصل والثوم ومرقه الخضروات قبل ما احط له الطماطم. حلاوه الطاجن ده بقى الشطشطه، اختياري طبعا. اختياري طبعا بس بجد حلاوه الشطشطه مش عايزه اقول لكم، يعني ما نحط كده شويه قرون فلفل حلوين كده يا سلام يا سلام، ورشه بقى الكزبره عندنا ورشه البقدونس. بصوا مجرد ما حطيتهم بقى الريحه اختلفت تماما معايا، الريحه بقت احلى كتير. حطوا بس كده كزبره وبقدونس على اي خضار كمان بتطبخوه وشوفوا الطعم هيبقى حاجه تانية، مش هتقلب محشي لا. شوفوا بقى تلوينته اسيبه بقى كده ياخد ويدي مع بعضه، واحط بقى التوابل بتاعتي 7 بهارات وادي الفلفل الاسود اهو وادي الملح وادي حاجتي كلها واروق مكاني
اماكن واقلب بقى. انت ما حطيتيش مكعبات الطماطم، هحطها دلوقتي، هحطها حالا. هحطها حالا. الريحة بقى عندي دلوقتي حكاية. بصوا تبان انها حاجة بسيطة قوي، يعني ما فيش، ما عملتش حاجة فيها صعوبة، ما عملتش حاجة صعبة قوي، ما حطيتش اضافات غريبة، بسيطة. بس لعبت ايه؟ لعبت بالتوابل، لعبت ان انا قلبت الخضار شوية مع البصل والثوم والتوابل دي، بيغير طعمها. لعبت بالبقدونس والكزبره، الحاجات دي كلها بتدينا نكهه مختلفه. لازم تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه. لازم النهارده، النهارده تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه. اهو كده، نجربها بس بلحمه. ما انا قلت اللحمه هتبقى في خطوه ايه؟ في خطوه المشروم. يعني في خطوه المشروم نشيل المشروم ونحط اللحم، هيجنن برضو. وبرضو اعملوا كده زي ما انا بعمله، العبوا برضو بالتوابل، مهم جدا. واقلب بقى الطماطم، ما حطيتهاش في الاول ليه يا جماعه؟ علشان ايه؟ ما تتهريش، لانها طبعا دي اطرى حاجه عندي في الموضوع. بس كده، الله الله. طب تصدقوا ان هو يتاكل دلوقتي؟ يتاكل. يعني ايه؟ البسله فروزن صح، والفاصوليا فروزن مش فريش. تحفه، ومشطشط ومشطشط ويجنن، تحفه. بصوا بقى عندي بقى الطماطم اللي ضربها في الخلاط من غير نقطه ميه، اروح ايه ضيفاها عندي. بصوا بصوا بتنزل ازاي، ما فيهاش ميه ازاي. وقلت لكم قبل كده تضربوها ازاي، بحط طماطميه واحده او اتنين واشغل الخلاط، هتتضرب معايا بمنتهى السهوله. وبعدين اروح عامله ايه؟ حاطه بقيه الطماطم. خلاص انا عملت ايه؟ خميره بدل الميه. واقلب بقى. الله 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 الله، حكاية. اسيبه بقى يبقبق شوية. انا احب جدا الحاجة قبل ما ادخلها الفرن، خصوصا الطواجن دي، اسيبها بس ايه تبقبق شوية على النار، وادخلها سخنة على طول الفرن. بس كده ملون ويجنن، وريحته حلوة قوي، وطعمه صدقوني حكاية، ما يختلفش على اتنين. بس كده، بصوا خلاص ما بياخدش وقته خالص في البكبكة اهو، نحطه في الطواجن بتاعتنا. ماشي. تعالوا بقى بصوا، انا عندي هنا طواجن، طاجن فخار، هحط الفخار وهكمل فيه ايه طاجن عادي. انا هناخد ده. بصوا بدات اهي البقبقه، ده بقى بيسرع جدا كمان ان هو يستوي في الفرن، لما اسيبه كده يبقبق شويه على النار، وبعدين اكون مجهزه له الفرن طبعا ربع ساعه قبل ما ادخله، فده يساعده جدا ان هو يستوي معايا. مش هتحطي ميه فيفا، لا. ليه؟ كل الخضار ده هينزل تاني ميه. انا حطيت، اكتفيت بالطماطم اللي انا ضرباها، وعندي هنا خضار هو اصلا هينزل ايه ميه منه، فانا مش هحط ميه ولا اي حاجه. احط الاول في الطاجن الفخار اهو، الناس اللي عندها طواجن تستخدمها، ده وقتها بقى الشتا ده بقى يطلع، يعني بيبقى سخن كده ومحتفظ بدرجة الحرارة وقت كبير،
بيخلي الاكل كمان طعمه حلو قوي قوي. خلاص ده اول واحد اخده واحط التاني. ما تقفوش مثلا ما عندناش طواجن، لا عادي جدا اي طاجن عندي بيدخل الفرن هحط فيه. طبعا هكمره، هغطيه بورقه زبده ورقه فايل. خلاص كمان نص ساعه بصي عليه، لو لقيتيه محتاج ميه حطيله نص كوبايه مش اكتر. واختبري الخضار، ما بياخدش وقت على فكره في التسويه. ليه؟ لان احنا شوحناه وقت كفايه، وانتوا كمان تقدروا تشوحوه وقت اكبر من ما انا عملت. يعني تقطعوا شط هنا بس، الحاجه لما بتدخل الفرن بتبقى ريحتها وطعمها حاجه تانيه. اهو اغطيه بقى بورق الزبده. طبعا طبعا الاول ورقه الزبده اهي، وعليها الفويل، وزي ما قلت لكم بدخلها على درجه حراره 180 لمده نص ساعه، اكشفها اشوف ايه الاخبار. عايزه ميه بحط لها نص كوبايه ميه، مش عايزه خلاص برجع اغطيها تاني واسيبها. اختبر الخضار ايه اللي استوى. البطاطس يعني هتاخد لها، هي احنا اقصى حاجه عندنا هنا هتاخد وقت ايه لو الحاجه كلها تمام. يعني عندي الفاصوليا مش هتاخد وقت، البسله مش هتاخد وقت، بالتشويحه دي يا جماعه ما تاخدش وقت، وان هي بتغلي وتبقبق واسيبها شويه على البوتاجاز ما تاخدش وقت. فبختبرها كمان نص ساعه، لقيتها تمام اشيل الفاير واشيل ورقه الزبده، ما لقيتهاش تمام اسيبها زي ما هي واكمل شويه كمان. خلاص. وطبعا الفرن زي ما اتفقنا يكون سخن، ونكمر الحاجه كده عشان تستوي سوا حلو قوي. اهو وكمان اكمر الطاجن بتاعي، لو عندكم غطا للطاجن ده يبقى حلو قوي. بس كده خلصنا الطواجن بتاعتنا، هنروح فاصل صغير بقى ونرجع لكم بسرعه نكمل وصفات تانيه حلوه قوي، ونعمل كمان الحلو اللي يجنن، وهيبقى بالنسبه لكم حاجه حلوه قوي مع كوبايه شاي الصبح بعد الظهر، هيعجبكم جدا. تعالوا ندخل الفرن. دي هتجنن تجنن تجنن، استنونا بقى بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل. مش احنا مش حاطين لا لحمه ولا فراخ؟ مش عايزه اقول لكم طعمها جنان ازاي وريحتها عامله ايه في المكان. تعالوا اوريها لكم، تعالوا اوريها لكم بس علشان ايه، عشان مش كل اللحمه والفراخ بس هي اللي بتبقى. بصوا انا هشيل ده كله. بصوا بقى ما حطيتش ولا ميه ولا نقطه ميه، شايفين عامل ازاي؟ ولا حطيت ولا نقطه ميه، هي الطماطم اللي اتفقنا عليها بس كده. شفتوا حلو ازاي وريحته تحفه. طيب تعالوا بقى دلوقتي هعمل لكم سلطه تجنن، سلطه من الخضار المشوي، مش سلطه مشاوي يعني سميناها كده. طيب عباره عن ايه؟ بصله متوسطه، هحط عليها فلفل رومي احمر، طماطميتين، وصلصه، ربع كوبايه بقدونس مفروم، ربع كوب فلفل اخضر مفروم، ملح وفلفل اسود، خل ابيض. راس الثوم دي انا قسمتها نصين ما قشرتهاش، هتتشوي كده، هتتشوي كده راس التوم دي هتتشوي كده خلاص. وثلاث معالق زيت زيتون، ومعلقه صغيره شطه حمراء وبابريكا، بس كده. دي سلطه مشاوي طبعا حاره. تمام. تاني بصله متوسطه الحجم، فلفل رومي احمر، طماطم، صلصه، ربع كوبايه بقدونس مفروم، ربع كوبايه فلفل اخضر مفروم،
ملح وفلفل اسود، خل ابيض، نص راس ثوم غير مش متقشره، وثلاث معالق كبيره زيت زيتون، ومعلقه صغيره شطه حمراء وبابريكا. هعمل ايه؟ احط كل ده عندي في الصاج. ادي الطماطم اهي بحطها مقلوبه كده، وادي البصل هشويه كده بس هقطعه نصين علشان ايه يتشوي معايا اسرع. ادي اهو خلاص يتشوي معايا، وادي الفلفل كمان بقطعه نصين بالشكل ده. طيب طبعا راس الثوم عندي اهي بحطها كده، واتفرجوا بقى هتشيلي ازاي الثوم اللي فيها. اول ما هيتشوي هنلاقيه بينزل بسرعه جدا منها بسهوله. خلاص ارش بقى رشه ايه البابريكا بتاعتي اهو، ويا سلام لو كانت سموكد بابريكا كمان، حاجه كده خطيره تدي ريحه طعم المشاوي. ماشي، وارش رشه ايه كمان ملح. تخيلوا بقى دي تتحط على طاجن ايه التورلي، يعني تحطوا كده التورلي وعليه سوري تحط الرز وعليه معلقه تورلي وبعدين سلطه. لا يعني حكايه. خلاص، وطبعا رشه زيت الزيتون علشان دي ايه اللي بتطر لنا الحاجه اهي. بس كده اوكي. طبعا دول هحطهم كده بعد ما ايه الحاجات دي تطلع لي، واديها ضربه بالهاند بلندر. ابدا احط عندي ايه النواشف والشطه، طبعا ادخلها بقى الفرن مسبق التسخين على درجه حراره 200، ويا سلام لو شغال فوق وتحت. بالنسبه لي انجاز، بالنسبه لي انجاز لو شغال فوق وتحت. اتفقنا كده؟ اتفقنا كده. اشيل حاجتي دي وتعالوا بقى اقول لكم على الحلو بتاعنا النهارده الحكايه لحد ما ده يطلع. عندي ايه؟ عندي حلو النهارده، يعني الناس النباتيه او الناس الصايمه بتشيل هم قوي، عايزه تاكل حته كيك مع الشاي. يعني مش لازم كل يوم فطار فول وطعميه، يعني عايزين نغير حتة كيك كده مع الشاي، او بعد الظهر بعد الغدا قاعدين قاعدة حلوة عايزين ناكل ايه مع الشاي كيك. طب بنشيل هم الكيك بيطلع معانا مش مظبوط، علشان طبعا مفهوش بيض صح؟ لا، الكيك هيطلع معانا مظبوط وحلو قوي 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 ومنفوش ويجنن وطعمه ما تفرقوش عن الفطاري. ازاي؟ هقولك المقادير واقولك هنعمله ازاي اهي. طيب ايه المقادير بتاعتي؟ كوبايتين دقيق، كوبايه عصير برتقان فريش، كوبايه فراوله فريش، نص معلقه صغيره بيكنج صودا، معلقه ونص بيكنج باودر، رشه ملح فانيليا، معلقه كبيره بشر برتقان من غير ما اوصل للحته البيضاء، 3 ارباع كوبايه سكر، ونص كوبايه زيت. مقادير تاني، ده كيكه برتقان صيامي بالفراوله بميكس كده حلو قوي هيعجبكم جدا. عباره عن ايه؟ عبارة عن كوبايتين دقيق، كوباية عصير برتقان فريش، كوباية فراولة فريش، نص معلقة صغيرة بيكنج صودا، ما تكتروش عن كده عشان ما تفرش منكو، معلقة صغيرة ونص كمان بيكنج باودر، رشة ملح فانيليا، معلقة كبيرة بشر برتقان، 3/4 كوباية سكر، ونص كوباية زيت. بس كده. هي دي المقادير. هي دي المقادير، ومش عايزة اقول لكم احنا ممكن نعملها في الخلاط ماشي، وممكن نعملها بالمضرب. انا هعملها بالمضرب. شفتوا مقادير سهله ازاي؟ طب اول حاجه بحطها ايه؟ اول حاجه بحطها عصير البرتقال الفريش مع السكر، تمام، مع رشه الفانيليا بتاعتي. بجد هتاخدوا كيك دلوقتي هتشوفوها حكايه، مع بشر البرتقال وما نوصلش للحته البيضة عشان دي اللي بتمرر معايا. خلاص، وادي نص كوبايه الزيت. اذا انا عملت ايه؟ انا حطيت كل المواد الجافه مع بعضها، زيت على عصير برتقال
إيه سوري السايله مع بعضها، وسبت لسه المواد الجافه، حطيت المواد السايله عصير برتقال على الزيت على السكر، حطيته هنا كمان مشي، وحطيت كمان بشر البرتقال والفانيليا. تمام كده، تمام كده. اضرب بقى كل ده. كده انا بضربه ليه؟ اولا انا بدوب السكر، ثانيا انا عايزه ادخل فيه هواء لان انا مش حاطه بيض. طب الارتفاع ده هيجي منين؟ من كل الخطوات اللي انا بقول لكم عليها. بضرب ده كويس جدا جدا لا تقل عن 3 دقائق، وبعدين لما اكمل الخليط، انا لسه ما حطيتش البيكنج باودر والبيكنج صودا، لما احطهم بقى مع الدقيق كمان هضرب مش اقل من 7 دقائق. ماشي، نضرب مع بعض. تمام كده، تمام كده. اجي بقى هنا احط على الدقيق عندي البيكنج باودر والبيكنج صودا، تمام، واحطهم هنا. اوكي، واحط طبعا رشه ملح، دي يعني وانتم مغمضين حطوها في اي حاجه، ومعلقه خل وانتم مغمضين حطوها في اي حاجه، بتعتبر محسن خبز يا جماعه. خلاص، وطبعا رشة الملح علشان تظهر لي كل الأطعمة اللي عندي. خلاص، طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ اقلب كده شوية عشان طبعا الدقيق ما يبهدلش الدنيا، وابدأ اضرب. بضرب في اتجاه واحد، تمام، بلف في اتجاه واحد ومش اقل من 5-7 دقايق. ليه؟ زي ما قلت لكم ده عامل الرفع اللي عندي، زي ما قلت لكم ما عنديش بيض، لكن انا بستخدم البيكنج صودا وبيكنج باودر مع الحركات دي هي اللي بتديني النفشه، كيك عادي كاني في بيض. تمام، نضرب تاني. طيب عندي هنا بقى فراوله، خلاص جربوا كده تضيفوا مع الكيكه البرتقال فراوله وشوفوا حلاوه ايه الميكس ده. عايزه معلقتين دقيق هنا يا سعيد. لازم بقى الف يا جماعه الفراوله دي بمعلقتين دقيق قبل ما احطها في الكيك، وده ليه؟ علشان بيتقل لي الكثافه بتاعتها. تمام، بيتقل لي الكثافه بتاعتها، ما يخليهاش تنزل تحت وما تتوزعش كده في الكيك. اهو اقطعها نصين بس، مش عايزاها اكتر من كده. تمام، واضيف عليها اهي معلقه الدقيق واقلبها. اتغطت تمام، يبقى كده بقت اهي. الدقيق ده بيديلها كثافه اكتر، فما بتسقطش تحت، تنزل في الخليط، ما تبقاش كلها في القاع، تبقى متوزعه. اهو نحطها بقى دلوقتي، دي لسه عندي ما اتقطعتش، بس ما بقطعهاش صغيره يا جماعه علشان يبقى ليها كثافه. تمام، اجي بقى بالسباتولا هنا، ما ينفعش اضرب خالص بالمضرب، خلاص كده اجي بقى بالسباتولا بتاعتي واروح مدياها تقليبه كده خفيفه، مش اكتر من كده. الم بقى كل الجوانب اهي.
طيب اعمل ايه بقى دلوقتي؟ اجيب القالب اللي عندي اللي هيدخل الفرن. ماشي، قالب 24 او 26 المقدار ده مناسب جدا. هروح عامله ايه؟ هروح جايبه الفرشه واروح دهنه القالب بتاعي بشويه زيت اهو. تعالوا ندهنه بشويه زيت كل القالب من كل الجوانب، وكمان يا جماعه من القاع. مهم جدا 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 اني انا ابطن عندي الكيك عشان يبقى خروجه سهل وما يلزقش ابدا. تمام، اوكي. هغلفه بايه؟ بسكر. اتفرجوا بقى على الكرملة اهي. اعمل كده واقلبه، اغطي كل جنب فيه تماما اهو، انزل الزيادة واكمل. شايفين كلها اتغطت اهي، وانزل الزيادة معايا وابدأ احط بقى الخليط بتاعي. يلا بينا. شايفين الفراولة موجودة معايا متوزعة في الخليط، مش في قلب الخليط تحت خالص، لا هي نزلت اهي معايا اصلا، وادي الخليط. هتاخدوا احلى كيك نباتي. بصوا هتغسلوا القالب تعملوا تاني، تغسلوا القالب تعملوا تاني، من كتر ما هي هتبقى ناجحه معاكم جدا اهي. طبعا لازم اعمل الخطوه دي علشان يبقى متساوي معايا. خلاص كده طبعا الفرن عندي يكون ايه؟ مسبق التسخين لمدة ربع ساعة. لازم 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 الفرن عندي يكون مسبق التسخين لمدة ربع ساعة، ادخلها على درجة حرارة 180 بس كده اظبط البوتاجاز بتاعي. معلومة مهمة جدا، ما بفتحش المروحة، ما بفتحش المروحة، خلاص بشغل الفرن بس من تحت، ما بفتحش المروحة علشان الكيك انا عايزاه يستوي مش ينتفخ وهو لسه ما استواش. مهم جدا يا جماعة علشان نسويه لازم بفتح الفرن من تحت بس، وعلى درجة حرارة 180، ما بفتحش شواية ولا بفتح مروحة ولا بفتحه من فوق وتحت، لمدة لازم اظبطه على 40 دقيقة. بعد 40 دقيقة اختبريه زي ما انت عايزة. قبل 40 دقيقة لو ناديتك من برة ما ترديش عليها ابدا. 180 على الرف اللي في النص. يلا بينا. بصوا بقى عندي هنا ايه، لا لسه هحطه تحت. ماشي اهو، نطلع اللي ايه علشان دي خلاص انا مش هينفع افتح عليها تاني. واخدين بالكم انا عملت ايه؟ اهو واظبط على درجة حرارة 180 و40 دقيقة. الله، الطواجن بتاعتي جهزت وبقت تمام التمام معايا. هطلعها. حاضر اهي، لحد ما اجهز ايه حاجتي. طب بأمانة ريحتها حلوة بشكل غير عادي. تعالوا نقدمها. الله، ادي طاجن مش فخار، وادي طاجن الفخار. شو بقى بيبقبق ازاي وحركات، شايفين بقبقة بقبقة، يعني هو الفخار كده حلاوته بقى في الشتاء، يفضل محتفظ بدرجة الحرارة يعني لحد ما يتاكل. نحط زرعية كده ونحط زرعية كده. ده بقدونس طبعا، بس خلاص كده. وندخل دي تاني اهي،
عندي لسه البصل بس هو اللي لسه ما استويش وخلاص يبقى جاهز معايا. الكيكه هتخرج بعد ايه؟ زي ما قلت لكم هنختبرها بعد 40 دقيقه بالظبط. بعد ال 40 دقيقه هفتح عليها؟ لا، هقول لكم ازاي الكيك يطلع معانا مظبوط. احنا اتفقنا ان بعد 40 دقيقه انا هختبرها خلاص، فهفتح عليها بالراحه، مش حاضر، مش لحد ما افتح الباب خالص، بالراحه، واحط الستكس بتاعت ايه الشيش طاووق واختبرها كده لحد الاخر واطلع، لقيت لسه فيها اسيبها كمان 10 دقايق. اوكي، برضو بكل العوامل اللي انا قلتها ان 180 وكل حاجه وفرافل اللي في النص. طيب خلاص، بعد ال 10 دقايق اختبريها تاني، تمام بقت مظبوطه عندك برضو من فوق كده من غير ما تفتحي الباب للاخر، وبعدين هتروحي عامله ايه؟ خلاص استوت، هتطفي الفرن، وكمان هتعملي ايه؟ تسيبيها لسه جوه ايه قد بتاع 10 دقايق كمان، وانت فاتحه باب الفرن مورباه، مورباه، مش فاتحه للاخر، فاتحه باب الفرن مورباه 10 دقايق كمان، وبعدين تطلعها بعد ال 10 دقايق دي ما بحطهاش على الرخامه، بحطها على البوتاجاز علشان تبقى ايه ما تهبطش معايا. كل دي عوامل نجاح كيكتي. تا 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 تا. شايفين عاملة ازاي؟ دي كيكة، اوكي، دي كيكة برتقال بالفراولة الصيامي، قالب كيك ما حصلش. بصوا يجنن، في اي حاجة صعبة خالص. تعالوا نقطعه كمان مع بعض، نقطع حتتين كده طبعا، نسيبه يبرد بتاع 10 دقايق طبعا، ربع ساعة، وبعدين ايه بقط بنزله من القالب وبعدين اقطعه. تعالوا بقى بصوا، بصوا عامل ازاي، بصوا الفراولة عاملة ازاي، تجنن، بصوا كرملة كرملة السكر من الجوانب، بصوا عاملة ازاي، حلوة قوي قوي قوي، هتعجبكم جدا حقيقي، بصوا هشة قوي، تحفة تحفة. بس مش عايزة ايه عشان هي لسه سخنة، فهي طبعا لازم تبرد وبعدين ابدأ اقطعها اهي. مش عايزة اقول لكم بجد الفراولة بتعمل فيها شغل حكاية، بتخليها جوسي قوي قوي وطعمها حلو جدا. شايفين عالية ازاي؟ شايفين عوامل نجاح الكيك مشققة ازاي؟ دي عوامل نجاح كيك على فكرة، دي عوامل نجاح كيك، خصوصا في القالب الانجليش كيك، دي الكيك لازم يطلع معانا بالشكل ده علشان ده القالب الانجليش كيك، هي دي عوامل نجاح الكيك، حكاية حكاية. خلاص، ودي الوردة بتاعتي بتاعت الفراولة، ومزيناها بشكل بسيط قوي قوي قوي. خلاص فاضل لنا كده ايه؟ سلطة المشاوي، وطبعا فقرة جمالك من مطبخك اللي انتوا بتستنوا لها، مبسوطة جدا جدا ان انتوا زي ما اتفقنا بتلاقوا، زي ما قلت ان انتوا بتلاقوا بعض الحلول لبعض مشاكلكم. بعد الفاصل استنونا. لكم بعد الفاصل، مش عايز اقول لكم البصل المشوي ده حكايه، حكايه، بيبقى مسكر بطريقه بجد مع زيت الزيتون، حلو قوي. وادي الطماطم، عارفين اللي بيخطف البصلايه من الشوربه هو انا، بحب جدا البصل، بصوا على طول بتطلع ازاي، بصوا ده بقى هروح ايه عامله كده، شايفين كله في صوص الثوم،
هلاقيها بتخرج ازاي بمنتهى السهوله اهي، شايفين بمنتهى السهوله. واجيب التاني، بصوا لسه بشيلها، هي اتفصصت هنا اهي، واشيلهم اهم، اتفصصوا هنا، تخيلوا من كتر ما هي ايه استوت، بتبقى نكهتها خطيره. هشيل ده، ممكن طبعا كل ده بالهاند بلندر لو عايزه اضيف عليها بقيه الحاجات اللي انا بقى ايه هحطها، اللي هي الفلفل، البقدونس الاول والفلفل ومعلقه الصلصه، دي بقيه المقادير بتاعتها. واضرب كل ده. بيطلع ازاي؟ انا مش عايزه افرمها ناعم قوي، انا هكتفي بكده جدا جدا خلاص، وهبدا اقدمها في الطبق عندي. انا مش عايزاها ناعمه قوي، مش حلوه انها تبقى ناعمه جدا، انا عايزاها كده. ادي الطبق بتاعي اقدمها، ريحه الثوم ونكهتها حكايه. اعمل كده علشان ايه احط زيت الزيتون، طبعا حلاوتها بزيت الزيتون ايه عليها اهي حكايه. و اهي شفتوا، بس يا ريس والله ادي حطينا طبعا خضره ايه فيها. احط بقى ايه العنقود اللي بحب ازين ايه بيه، بس كده اهي ماشي. ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ حلوه قوي قوي، تتحط بقى جنب، عامله شويه بطاطس محمره جنبها، عامله بتنجان حطي عليها. بصي بقى يعني قدميها مع كل حاجه، واي حاجه عندك صحيه جدا جدا، ما فيش فيها حاجه مقليه، لا فلفل مقلي ولا اي حاجه مقليه، تجنن. طيب خلصنا مطبخنا، وصفاتنا النهارده ايه كانت تحفه، حلينا وحدقنا، لا حدقنا وحلينا، وعملنا كمان السلطه. ناقص بقى فقره جمالك من مطبخك، جالي طلبات ان احنا عايزين حاجات لتساقط الشعر، ماسكات لتساقط الشعر. طيب احنا ليه شعرنا بيقع اولا، وليه بتقل كثافته؟ اولا احنا بنتعرض للشمس طول فتره الصيف، شمس جامده جدا، بحر، بسين، الحاجات دي كلها طبعا بيسبب ايه جفاف، فبالتالي خصلات بتقع مع مرور الوقت. طبعا في ناس كتير مننا بسبب اللخمه وبسبب نظام حياتنا ومشغولياتنا ما بنتبعش نظام غذائي صحي. كمان في اسباب نفسيه، ودي من عوامل، من اكبر واهم العوامل اللي بتؤدي لسقوط الشعر. كمان نقص فيتامينات رهيبه، عندنا نقص هيموجلوبين، نقص فيتامين دي، حاجات كتيره جدا جدا بتخلينا شعرنا يقع. طب انا عندي اول ماسك هنا حلوه قوي قوي، عباره عن ايه؟ عباره عن افوكادو وكمان عسل وزبادي وسكر بني وموز وخل وتفاح. طيب هعمل ايه؟ باسهل طريقه انا هجيب كل ده واحطه على بعضه، خلاص، اللي هو ايه الافوكادو، وعندي هنا الموز وخل التفاح والسكر البني والزبادي والعسل، اهو هحط كله على بعضه وههرسه، ههرسه كانه احوله لكريم، خلاص. وهقول لكم بقى
ليه الافوكادو؟ ادي العسل. طيب الافوكادو بتدي رطوبة للشعر، غني بالاحماض الدهنية الاحادية، وكمان بتعمل على تغذية ايه؟ بصيلات الشعر جدا، وزي ما قلت بتديله رطوبة، فده بيخلي الشعر ينمو بشكل صحي. دي حاجة بيقلل من تساقط الشعر، بيقوي الشعر. ماشي، ده الأفوكادو. طيب تعالوا بقى نهرس ده كله اهو ونحوله لكريم، هيتحط على من الأطراف للجذور، من الجذور للأطراف. خلاص، فروة الراس، وممكن نضربها كمان في الكبة أو بالهاند بلندر، علشان اللي عندي هنا الموز والأفوكادو يبقوا مهروسين تماما. واسيبهم يا جماعة، واحط فوق كل ده، فوق كل ده احط كيس بلاستيك، يعني هغطي شعري كله بالكريم ده من الاطراف، من الجذور للاطراف، والمه احط عليه كيس بلاستيك 20 دقيقه واغسله، 20 دقيقه واغسله، هلاقي في امل كده ان شعري التالف ايه، لا بدا يتحسن، الاطراف المقصفه لا بدات تتحسن، هحس ان هو بيقويه شويه، بيساعده ان هو زي ما اتفقنا ان هو ينمو بشكل صحي. خلاص، ده اول ماسك الافوكادو، وقلت لكم فوائد الافوكادو لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. طيب اخترت الموز ليه كمان؟ الموز بيقاوم حلوه، بيقاوم دي، بيقاوم القشره اللي بتظهر في الشعر، وده احنا عملنا عنه ماسكات الاسبوع اللي فات. كمان بيخلي الشعر ينمو بشكل صحي، بيخليه بيلمع، يعني في وصفات كده يقول لك ايه، بروتين المنزلي، بيحطوا فيه ايه، بيحطوا فيه موز، لانه فعلا رائع، بيحافظ جدا على فروه، صحه فروه الراس، تحسوا كده ان هو بلسم طبيعي للشعر. كمان بيعالج مشاكل الشعر الجاف، عشان كده بقول لكم لازم نحطه على الاطراف، ده بيعالج ايه المشاكل. طيب تعالوا لتاني ماسك هنعمله، ايه هو؟ ماسك البيض والزبادي وجوز الهند وعصير الليمون. احنا اتكلمنا قبل كده عن قد ايه فوائد البيض، وان هو مليان بروتين، مليان بروتين، خصوصا ايه ال 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 البياض، فانا هنا مستخدمه البيضه كامله. تمام، البيض بقى زي ما قلت لكم فيه فيتامينات بتساعد على تغذيه الشعر، كمان زيت جوز الهند بيعمل على ترطيبه، علشان كده احنا هنحضر النهارده الماسك ده من البيض وزيت جوز الهند، وهحط عليه كمان كوبايه زبادي، كوبايه زبادي ليه؟ زبادي ده يا جماعه يعني بروتين. وانا بقى يعني عن نفسي جربت ماسكات الزبادي بزيت الزيتون دي، كنت بمسك الشعر ده كده واحط زبادي على زيت زيتون واعمل الشعر كده، وبعدين علشان هو كان مقصف جدا، واروح ماسكه الزبادي مع زيت الزيتون ده واروح ممشيه عكس الشعرايه. مش عايزه اقول لكم فرق جدا جدا، كان فتره شعري متقصف جدا بسبب ايه، الصبغه. طيب تعالوا نحط الماسك ده على بعضه اهو، ادي الزبادي، ادي البيضه اللي مليانه بروتين، والزبادي اللي مليان بروتين، وزيت جوز الهند طبعا هنلاقيه مشتي معانا ومصيف معانا برضو يا جماعه، بحط على ايه، وادي الليمون اهو، بقلب كويس جدا، بحط على الاطراف. اي ماسك فيهم لا يحبذ، يعني ما ينفعش اعمل اكتر من، حاضر، من واحد في الاسبوع. تمام، ما ينفعش احط اكتر من واحد في الاسبوع. الزبادي ده بقى بيظبط التوازن البكتيريا اللي موجوده في فروه راسنا، البكتيريا النافعه اللي موجوده في راسنا دي هي اللي بتقلل القشره، كمان بتساعد على تهدئه تجاعيد ايه الشعر، يعني بتفرد كده لو شعر متجعد، بتحاول ان هي بتفرد شعر، بترطب الشعر جدا لفتره طويله. كمان البكتيريا النافعه اللي في الزبادي بتزيد من كثافه الشعر، بتزيد من تطور مسام الشعر، بتعزز نمو الشعر، عشان كده الزبادي مهم جدا في الوصفتين دول، وده احنا استخدمناهم
هنا. طيب شايفين الماسكين دول رائعين رائعين، عايزاكم تجربوهم دول علشان بيقللوا تساقط الشعر، بيقللوا تساقط الشعر. خلاص نشيل منهم دول كده. واحنا قلنا قبل اي حاجه احنا لازم نرجع نعرف هو شعرنا بيقع ليه، يا ترى احنا ما بناكلش كويس ولا يا ترى دي حاله نفسيه الدنيا مش مستاهله شعرنا اهم اصلا ماشي، ولا احنا 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 لازم نحب نفسنا يا جماعه. مفيش حاجه لازم يعني، مش عارفه رايي هيعجبك ولا لا، بس انا ما ينفعش استسلم لاي حاجه واخرج ده في شكلي انا، يعني انا شايفه كده ما ينفعش استسلم لاي زعل خارجي واخليه ياثر عليا انا نفسيا ويخليه ياثر على شكلي. بالعكس انا مهما كان جوايا في نسبه بان قويه، مش عارفه هو ده ايه مبدئي في الحياه فانا ماشيه بيه. فعايزه اقول لكم لازم نحسن جدا من نفسيتنا، نصحى الصبح كده نسيب كل اللي حصل امبارح، حاضر حاضر ختام ختام كده ماشي، ويجربوا الماسكات دي هتعجبكم قوي. عملنا النهارده تورلي صيامي ما فيهوش غير بروتين المشروم، حلو قوي ريحته تجنن، ولا لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه وحكايه. عملنا كمان سلطه مشاوي حلوه قوي قوي صحيه جدا هتعجبكم جدا جدا جدا، جنب اي اكل ضيفوها واعملوها وخزنوها في الثلاجه. عملنا الكيكه بالبرتقال والفراوله الصيامي، مش عايزه اقول لكم حلوه ازاي وعشه وناجحه جدا وهي قدامكم هتعجبكم قوي قوي قوي. يا رب تكون انبسطتوا النهارده كمان بفكره جمالك من مطبخك، وان شاء الله هتستنونا بكره في نفس ميعادنا، هتلاقونا من واحده لاثنين على قناتنا تين تي في، برنامجكم كل يوم اكله. استنوني هتوحشوني، باي باي.